الى النادي الاهلي بطل افريقيا في كره اليد، ومعانا مداخله مع كابتن ياسر لبيب. يا مساء الفل يا كابتن. زي الفل، ازاي؟ يعني سلام جميل الحضور، يعني وسعيد ان انا معاكم. سعداء يعني بوجود سعداء حضرتك. بوجودك، وبالتاكيد سعداء بما يقدمه فريق كره اليد في الفتره الاخيره مع المدير الفني الحقيقه اللي النادي الاهلي وجد نفسه معاه، وهو وجد نفسه مع النادي الاهلي وكواليس البطوله الاخيره وتحقيق البطوله القاريه بعد غياب 6 أو 7 سنوات من 2016. يا كابتن قول لنا ازاي وصلنا للقصه دي، واستعداد النادي الاهلي ان هو يقدم صوره مغايره لبطل افريقيا في مونديال الانديه القادم. طبعا يعني مش هقول بس ديفيز ليه الفضل في الانجازات ديت، ولكن طبعا اداره النادي وجهاز المعاون كابتن محمد ابراهيم وفينيو مدرب حراس المرمى وعمرو يوري اخصائي التغذيه والعلاج الطبيعي والاحمال، فاهم، هو اللي قايم بالدور دوت، وباقي طبعا الاجهزه والجهاز الاداري، كل الناس دي بتعمل مع بعض عشان تنجح المنظومه دي. وكابتن ياسر لبيب، يعني قلت كل الناس ونسيت كابتن ياسر لبيب طبعا رئيس جهاز كره اليد اللي بالتاكيد له دور واضح مع الفريق بالتاكيد، يعني خلينا احنا اللي نقول ده. الله يخليك، هو احنا دايما بنقول النجاح بيكون نتيجه عمل جماعي واداره في ظهر المنظومه دي. فاحنا بصراحه يعني الاداره موفره لنا كل حاجه، ومعانا مجموعه من اللعيبه يعني على مستوى عالي خلقيا وفنيا وبدنيا، كل حاجه ممكن تقولها هتلاقيها في المنظومه ديت، وده سر نجاح المنظومه ديت، وانا سعيد بتواجدي مع المجموعه ديت سواء لاعبين او جهاز اداري او فني. طبعا كابتن ياسر، يعني انا عايز اقول ان وجود كابتن ايضا خالد العوضي يعني هو ادى جمهور النادي الاهلي انطباع مختلف، بمعنى ان طبعا كابتن خالد العوضي هو اصلا يعني ابن مدرسه اليد في النادي الاهلي وله تاريخه الكبير فيها، وكان قطاع اليد يعني جمهور النادي الاهلي بيامل ان هو يحقق نتائج مختلفه، وده اللي حصل، شفنا على مستوى الموسم اللي فات وشفنا بدايه الموسم ده، ولكن احنا على مشرفين مقبلين على تحدي كبير جدا جدا جدا، وهو السوبر جلوب، والنادي الاهلي في مجموعه فيها برشلونه وفريق النور السعودي، وبرشلونه انا بشوف ان هو وكانه تجميعه منتخبات لعيبه دوليه، لعيبه كبيره جدا. كيف ترى فرص وحظوظ النادي الاهلي في البطوله المقامه من 7 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر؟ بص، هو طبعا انت حضرتك عارف ان احنا البطوله اللي فاتت احنا حصلنا على المركز الرابع، والفريق عمل مستوى يعني اكثر من رائع، وكسبنا، كان اول مره ان فريق عربي يكسب فرقه من اوروبا، ده حقيقي، هي البورتو البرتغالي. طبعا المنظومه البطوله اللي جايه عندنا تحدي كبير، انت هتلاعب برشلونه وهتلاعب النور السعودي، واحنا عارفين اتجاه السعوديه في الفترة دي تدعيم فرقها، يعني بتدعم فرقها الرياضية بشكل قوي عالي جدا جدا. ولكن احنا لعيبتنا الحمد لله يعني جاهزين ومركزين وعايزين يوصلوا لأبعد حاجة في البطولة دي، واحنا دايما بنقول فرقة برشلونة هي بطل أوروبا وفرقة تقيلة جدا، ولكن مفيش شيء مستحيل، هم هيقدموا كل اللي عنده كل اللي عندهم، وربنا يكرم إن شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، يعني اتكلمت عن تدعيمات فريق النور، وده هياخدني لسؤال عن هل هناك تدعيمات هتكون قبل البطوله دي في فريق النادي الاهلي على مستوى المحترفين؟ لا، هو ديفيز طلع صراحه قالها، قال لك انا لو مش هجيب لعيبه تكون على مستوى اعلى من مستوى اللعيبه اللي عندي، والحمد لله احنا لعيبتنا وصلت لمستوى كويس جدا، وصلت لمرحله عاليه جدا في الانسجام سواء دفاعيا او هجوميا، فهو قال لك انا لو عشان اجيب لعيب لازم اكون اجيب لعيب اعلى من مستوى اللعيبه اللي عندي. كابتن، مستوى اللعيبه بتاعتنا اللي هي محترفه في اوروبا، هو ده المستوى اللي ممكن يلعب معانا هنا في مصر. ومع الاسف المستويات دي مش موجوده دلوقتي، مش من السهل ان انت تلاقي لعيبه بالكواليتي دي. ده حقيقي كابتن ياسر، يعني دايما بنشوف في الفترة الأخيرة يعني التطور اللي حاصل في قطاع كرة اليد، يمكن أيضا الموسم اللي فات حققنا دوري وكاس للرجال وأيضا للسيدات، يعني أنت حضرتك شايف الموسم المقبل إيه اللي بينتظر النادي الأهلي، خصوصا تحديات كتير جدا وبطولات كتير جدا سواء رجال أو سيدات، حضرتك شايف الموسم ده إيه، والنادي الأهلي بتشوف إن هو يقدر يوصل لإيه في الموسم الجديد؟ ان شاء الله نوصل لابعد حاجه، احنا هدفنا طبعا الحصول على جميع البطولات، ده بدون جدال، يعني بنسعى للتحقيق دوت،
سواء على مستوى الرجال او على مستوى السيدات. يمكن السيدات مختلف شويه، احنا السيدات من ضمن اهدافنا ان احنا ننافس على افريقيا، وده محتاج طبعا احنا عارفين الفرق الكبير بين طبعا في مجال السيدات بين منتخبات انجولا ومنتخبات افريقيا وبناتنا هنا في مصر، في فرق كبير في النواحي الجسمانيه والفنيه والسرعات، فده احنا دوت عشان نقرب المسافات ديت ونقدر ان احنا ننافس محتاجين طبعا شغل يعني من نار، فاحنا بنسعى للكلام دوت وبندعم فرقنا سواء من مستوى الدرجه الاولى او مستوى الناشئين، بحيث ان احنا يبقى لنا استمراريه لفترات طويله. ما بنشتغلش لمرحله وبس، لا احنا بنشتغل على اساس ان احنا يبقى دايما عندنا لعيبه طالعه من القطاعات تحت من ناشئين تدعم الدرجه الاولى، عشان شويه بقى نبتدي نخف شويه عمليه شراء اللعيبه من بره يعني. صحيح صحيح، اكيد بنشكر حضرتك على المداخله القيمه، يعني اعتقد جمهور النادي الاهلي كله يدرك جيدا التطورات اللي حصلت في قطاع اليد.